حاول أحدهم وهو أمريكي يدعى توماس آدامز أن يحول الشيكل إلى منتجات المطاط الصناعي. الشيكل هو سائل يستخرج من شجرة السابوديلا المكسيكية بشكل مشابه لاستخراج المطاط، ولكن فشلت كل التجارب التي قام بها آدامز بكل بساطة. فقط عندما كان على وشك رمي الشيكل عديم الفائدة في نهر الشرق، دخل صدفة إلى متجر في الزاوية لشراء غرض. هناك سمع آدامز فتاة صغيرة تطلب شراء علكة لقاء فلس واحد. كان آدامز على علم بأن المواطنين المكسيكيين كانوا يمضغون الشيكل كنوع من العلكة لسنوات طويلة، لذا ألهمته تلك الفتاة الصغيرة لاحتفاظ بالشيكل وإضافة بعض السكر عليه. لذا لم يخترع آدامز المطاط الصناعي، بدل ذلك صنع نوعا من العلكة والتي بدأت تباع كلبان آدامز النيويوركي في فبراير من العام 1871. اليوم بالطبع نعرفها بالشيكليت. رغم هذا لم يكن العديد من المخترعين قد استسلموا حتى الآن. إذن كيف تطور المطاط الصناعي؟ بدأ تاريخ المطاط الصناعي الرائع بفكرة كيميائي اسمه فريتز هوفمان، كان يعمل في مختبرات باير وشركاه في ألمانيا. كان أول شخص ينتج مادة ميثال أيزوبرين القابلة للتمدد، ما فتح الطريق أمام صنع المطاط الصناعي. لم يعرف الكثير عن المطاط آنذاك، فقد في عام 1905 تم اكتشاف أن جزيئات سلسلة المطاط كانت مؤلفة من سلاسل الأيسوبرين، ولكن حتى في ذلك الحين لم يعرف أحد كيف يصلها بطريقة متشابكة. قرر هوفمان أن يحاول من خلال وضع مواده في مقال وتسخينها وانتظار ما سيحدث في بعض الأحيان لعدة أشهر. من خلال تغيير درجة الحرارة كانت خلطاته تصبح أكثر طراوة أو قسوة، وإنما مع المحافظة على قابليتها للتمدد. كما اتضح اخترع هوفمان أول مطاط من صنع الإنسان في العالم، إنه مطاط الميثايل الذي حصل على براءة اختراعه في 12 أيلول عام 1909.